اليوم ياسمين عم نشوف ماجي بالشعر الطويل، وقلنا فترة كتير طويلة ما شفنا ماجي معتمد هيدا اللوك. خبرينا، هل اليوم ماجي دغري تقبلت حالها بالشعر الطويل، او كان بتفضل مثلا انه تكون بالشعر القصير؟ وجربت تقنعكم بهذا الموضوع؟ أول شيء الشعر الطويل، بس أقول شغلة، كانت فكرة المخرج فيليب أسمر، وأنا كنت متخوفة من هالموضوع، وغيري على السات كان متخوف من هالموضوع. ماجي بغصن بالعكس تحمست معه، قالت لي أكيد إنه رح تتعوده وهو رح يطلع كتير حلو ويعمل شيء، فمعهم حق بعتقد. وشخصية سحر بتحمل شعر هيك طويل، والناس كلها كتير حبت، يعني كان معهم حق. ونحن أنا بالأول انقذت، بس بعدين حسيت لا، مع تياب، مع الميك اب، مع الجو، مع حركة الإيد ورا الشعر، يعني الإيد والشعر تبعها كتير طالع جذابة بهيدي الحركة، بس طب خلينا يعني هلا نتوقف عند موضوع الاوتفيت يلي كانت عم تظهر فيهم. شو يلي اليوم ياسمين حبت تحط بهيدي الشخصية؟ تيابا جزء ما يعني ما بيتجزأ من الشخصية، لأنه يعني هن انفستمنت بالنهاية، هي لازم كل لوك تلبس شيء مميز. نحن كرمال هالشي تعاملنا أكثر شيء مع ديزاينرز، كان كل شيء تقريبا كاستمايز لإلها، معمول خصوصي لإلها لماجي، وعملنا كتير فيتينج، رحنا وجينا تقررنا الألوان اللي بتلبق لها، اي الستايل الوان اللي بيلبق حسيتوا لها. الالوان يلي انتو وقع اختياركم عليها؟ اي الوان حسيتوا الاكثر شي كانت عم تلبق لماجي؟ هلا نحن بالاول لما بلشنا نعمل فيتنج حسينا الكاركتير بيلبق له اسود، فوتنا اسود، بعدين لقينا مع الشعر الطويل يمكن اوقات عم بيعبق، ففي كتات كانوا عم يزبطوا بالشعر الاسود، في كتات بعدنا عنهم. بعدين رحنا على البترول، رحنا على البني اوقات، والبوردو، البوردو كان كتير عم يلبق له. هودي وهلا بعد الألوان، رح تشوفوا هودي الوان، الألوان بأي مشاهد كنتوا تحرصوا إنه تعتمدون دايما؟ مثلا في المشهد الأول، مش المشهد الأول عفوا، العشاء مع هادي بدبي بتركيا، سوري، هذا يعني كان انتوا يعني بس كان عم بيكون في سهرات، وبالليل كنتوا عم تحبوا تعتمدوا الألوان المفرفحة لا شوي ما مش الأسود؟ نو 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 ما ضروري، كانت عم تلبس أسود ببعض السهرات، بس مثلا أنا بدي أحكي عن عندها فستان بتعيده بالمسلسل، هي بتلبسه أول شي مع هادي بتركيا بعشا تركيا، بترجع بتلبسه لما بيروحوا بيسهروا أربعتهم، ايه الأربع شخصيات، صح. هيدا الفستان كان لازم يكون نفسه، وهذا من توقيع المصمم اللبناني أنطوان قارح، هي ماجي نجمة ماجي بتتعامل كتير معه. فالكاتبة بالنص محددة إنه أحمر. هلأ نحن رحنا على البريك لأنه لون مميز كمان، وكتير كان لبقله مثلا هيدا، كل فستان بنحس بده يكون يشد، يعني كل لوك بده يكون أهم من غيره، لأنه أنت بتلحقي كمان المشهد شو بده ايه بتميزيه أكتر، عرفتي؟ بعدين عم نحكي مع الممثلة بتقلي مثلا هالمشهد انه لازم نروح على هيدا ستايل، لانه مثلا هون عندي ركض، هون بدي وطي، هون بدي اعمل تترتاح اكثر، يعني انا من عند الممثل بده يطلع كتير مرتاح تيوصل على المشهد، ما بقى يفكر الا بالدور، طب ما يتلبك بتقلي. بخصوص القصات تبع الفساتين والاوتفيت يلي هي اعتمدتهم، شو بتخبرينا عنهم؟ هلا انا ماجي بيلبق لها ضيق كتفة لبيس، وكتير عندها الاتوب تبعها هو رقبتها وكتافها، فاذا بتلاحظي كانوا كتير اوقات في الكات الكاري على تحت الرقبه، كان في ما كان في قبات عاليه كتير، كتير قليل، وكنا نجرب نفرجي كتافها بالأخص مع حركة الشعر، حركة الإيد ورا الشعر، كان هيدا الشيء كتير بعتقد بيجذب بطريقة كتير كلاس، يعني هي كانوا تيابا كتير جذابين، بس بقيت كتير إليجنت وكلاس، ما كانوا مبتذلين أبدا، هيدا الحلو بالكاركتر تبعه، ما كان فيه أوفره. خلينا نتطرق لموضوع الاكسسوارز يلي كانت ماجي عم تلجأ لهم. نحن اعتمدنا، وهيدي كانت فكرة ماجي، كانت هي حابة هالشي للكاركتير، انه تلبس كذا نكلس فوق بعض، كذا عقد، يعني رح تلاحظي بثلاث ارباع لوكاتها انه في عندها عقد اثنين ثلاثة اوطة اوطة اوطة، هيدا خيار فني مني، واعتمدناه تيكون مثل سيناتور لإلها. وبعدين بما انه عندها حركة الايد ثلاث ارباع الاوقات رح تشوفي خاتم كبير بايدها اللي بتعمل فيها الحركة.